رازق تمشي ما تعدلش يا رازق تبقى وكان ناقصة ورقات عادي يا رازق مشي مشي ما تعدلش تو المطلوب منك الخبصة متاعك التوقيع عادي عادية مشاها وما تعدلش ها اسمع كلامي يا رازق اسمع كلامي واختك من الروتين الزايد ماشي فمان الله اسمع زي ما قلت لك مشي قلت بروحك ما تعدلش فمان الله بكري جو الجيران دوروا فيك اللجنة بتاع العمارة ارخي مع الريح ما تعدليش ثلث مرات هما ماشيين جايين عليك هما شنو يبوا منك يبوا الاشتراكات الشهرية المتأخرة به ودفعتهم لهم ايدوا يدبروا حالهم من غادي لغادي هما فالحين ماشي ماشي ما تعدليش كيف بيدبروا كان كل ساكن بيدير زيك كيف بيسيلوا العمارة وكيف بيصلحوا المصعد ماشي ماشي ما تعدليش عليهم اسمع يا راجل راك هبلتني بكلمة مشي وما تعدليش ومشي وما تعدليش ولدك اليوم بيجيب الصحيفة الثالثة با وشيني فيها هدية عارفة فالح وممتاز وينجح من اللواي تعدليش ما تعدليش كيف تبي ينجح من اللواي إذا كان أنت عمرك ما زرته في مدرسة ولا شفت لواجباته ولا رجعت معاه ولدي ساري وانا عارفة ولد ناجم ما شاء الله عليه وناشط طالع لابوه هذا الاسد من ذاك الشبل ما تعدليش ما تعدليش اهو ساري جي تعال قعمز في جنبي يا ولدي تعال ساري جيب صحيحتك اهيه هاتات 100% ناجح طالع لابوك يا ولدي طالع ما تعدلش كاكا 2 3 حارة 6 عجب عقب كيف ما تنجحش يا ولد كيف ما تنجحش ماشي يا راجل ما تعدلش